دخلت عينها بالحرام. اي سربي سربي معك سربي. اي لحظه عير زيدوا شوي سكر. ترى ما تزيدش برشا السكر، بعد عند السكر زيد السكر. باهي قال لك تحب تنحي السكر انزل على السكر. وش خاصتك انت كان يضربك السكر؟ هذا ضاربني السكر هذا. بعد مش يولي يتلبط. والله العظيم. ياسر معقود ياسر هذا. ايش بيه اكحل؟ التاي الاحمر نيم على التاي من ريحه شيء يدك ينعمل كويس يقول عليه تولدت من جديد. لا حط التاي الاخضر زاد باهي خير من الاحمر، يعجبني انا خير من الاحمر. خش كذب تاخذ من عرفك استحيح. راهو التاي الاخضر ذاك نتاع قنان نويت كيما يكونش كيما هكا عاقد يودي هذا وقت تعمل كويس ويهبط على القلب وعلى الملغيغه نتاعك هذيك بتاع المخ يصوتي هني يصوتي تاي هو كل تاي فيسود كل قطران هون. هاي برا ما نقوم خلنا نخدموا على ارواحنا نقوم. فاش ترغب اخ فاش ترغب؟ شنو فاش ترغب؟ لا وزا البكري هادي امزي هادي ما خدمنا شيء يقوم عاد. اوه راه جيك معنا افهم تفهمني ولا؟ لازمك تخدم لهم على قد فلوسهم حل مخك لازم تتعلم التكركير. ناقص انت ما علموكش بكري التكركير، علاش هكا لاهف على الخدمه ولاهف على الواحد؟ يخدم لهم على قد فلوسهم. ايه تو ما زلنا ما خدمنا شيء راهو. هاتوا نخدم. افهم تفهم حاجه ولا؟ ريت التكركير هذا نعمله فيه هنيه؟ هذا موهبه. التكركير هذا موهبه، ريت التكركير هذه حاجه ما يعطيهاش ربي للناس الكل. صحيح. هذه يختص بها ناس معينين. ما لا لعبه. بالضبط. تعرفني ايش عيطوا لي من التكركير؟ الناس كل تعرفني الكركوري. كركوري. كركوري. فنان مال انت في التكركير. يقول لك هكا تعلم علي وتو تشوف. وتو تشوف الكل فاش كنت وكيفاش تولي. ما هو بهذيا الكركير معناتها فن ما يعطيه ربي كل العرب يظن. لا رب ما الاله. مال انت سانس بالتكركير. ما هو اللي خدمته كلها التكركير. يا ودي ريت الدنيا هذه الوقت للتكركره تربحه. كركوري مال عيطولو. مال ابو نعمل. ايوا كيفاش وكي يجي الشاف يتسربسها وفي الشوانت وفي الواحد. انا شايف متربسها. انا شايف متربسها. نورمال ما يكلموكش. ثم شيفان تحكي معاي. ثم شيفان. تني كنت تخدم في الخواط. يبقى تخدم في الخواط. وحبوا يتربسوها وحبوا كلها وما نجموش روح. خلي توك عاد نخدم في الدولة وندهم في التواليت بتاع الدولة. لا وندهم في التواليت بتاع البلدية. خلي عاد تو نخدم في البلدية وندهم في التواليت بتاع البلدية تحت الدولة. ايه عبد الواحد ما هو زادها لازم يحلل فلوسها مالها كي يخدم على الدولة وناب كي ناب ربي وترسمنا مع البلدية وكذا ما هو يحلل فلوسها هاد خل واحد يخدم هاك تو تحلل فلوسكم على الدولة. هي الدولة كلها فلوسها حرام فحرام قد ما تكركر انت الرابح. ريت التركير اللي تعمله وكلها في مصلحتك انت. الدولة فلوسها كلها حرام حرام. اوخ والله كيفاش فلوسها حرام؟ ما نحن فلوسنا حرام. يا ريت ودي الدولة كلها تكركر فيها على الدولة. كلها تكركر. تو هي أعضاء مجلس النواب. ما يحضروش يخلوا في شهري. شو يسمى؟ مش تكركير؟ ها؟ حتى واحد ما هو يخدم في خدمته كلها تاخذ في الفلوس. كلها تكركر. جاتنا على هنا في الواحد بتاع البلدية وحبست. ودي راهو الوقت اللي تكركر تربحه. أفهم. والله تكركير هذا يا مالو. ما لا مش تعلمني تكركير. نعلمك التكركير، لازمك تتلونسها واحدة واحدة. فنان أنت في التكركير. نينا وعد مني، نعمل قدر المستطاع. ما نكملوا هذية إلا ما تطلع كركوري كركوري أب عن جد. تقول قال. والله ماذا بيا نتعلم التكركير منك. تحب تتعلم؟ هاي. أما حاجة ما تكونوا متفاهمين، لازم تحط في قلبك. لا نحط في قلبي. بتقول لي تعلم التكركير وبعدها تلقاك خفيف ولا كذا، لازم واحدة واحدة. لا نحط في قلبي. باي أول حاجة في التكركير. انت طو تخدم على روحك ستاج هذا حاجه ملموسه اكثر نقول لك تنجم تنجح ما كاش نقول لك كمل سنين كركير خاطيك راه ستاج هذه الكركير ربي ثم ناس يختصهم للكركير هذا تعال ربي يوفقنا ان شاء الله. انت اول حاجه تعملها تبار طو تخدم مش تفز تخدم على روحك مش فز نخدم على روحك مش تخدم على روحك نخدم على روحي اي بشوي اي اقعد 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 عجب يا اخي هذا الكركير ما كيفاه؟ كيفاش فز نخدم ما كيفاه؟ لازم تتعلم يلزم عمرك لتفز تجري هذه السرعة تنحاها في التركية. عجب. والله العظيم. ما كيفاش فز؟ يا
ها ما في حد شيء تعب فيه على راك ما حد شيء. وريني واحد ماشي في الزيخ دبتو قدام. بس بوتو سايل التفكير اللي يجي نجم يكركرها وينجم ما تصمم. لا نتعلمه كيفاش تفز تخدم. أول حاجة أنت تخمم في الوقوف وأنت كركار مقتنع داخليا اللي أنت كركار إيش تعمل؟ أول حاجة لازم تستعمل أعضائك الكل. باش تفز. تبدأ من رجلك ملاطة. مد رجلك هكا. تجبد اليمين خارج اليمين أعضاء الكل لازم تتحرك في التركيب. مخروق على اليمين ولا تو ثبت مليح تعملها خرجت اليمين خذت البوزيسيون تاع اليمين تعملك تجبد رجلك اليسار تخرجها على اليسار خذيش البوزيسيون هذه تو تحركتش الرجلين فاشتك حليت فاشتك تو موقفت بجاه ربي تعلم بجاه ربي تعلم كان تحب تتعلم خلينا نعلمك كيف هذا تقعد نار ما تضيعليش وقتي الناس تدفع في الفلوس باش تتعلم تقعد نار باش توقف نار مبرو كركير يجي هكاك بعتالي بقى وقعد تكش على اليسار هيك لو مش تخدم من فوق جنب هذه المخلوقه اللي صار قعدت لا تبدل على اليمين على اليمين هكا انت مش توقف تعمل لك موقع اعتبار مش تخرج باليمين تعمل لك باليمين وتعمل لك تعمل لك تضرب فلات رجلك اعتبار مش تخرج مشاريع بعتالي دير صدرك قدام كرومتك تو هذا ما خدمش من الاول ما خدمت برجليك خدمت اي وقتاش باش توقف باش شوي باش توقف تحب لك كريك انت واش طاف يا ودي لازمك تكركير لازم تكركير كيفاش بتجيب روحك انا هذه اللي نعلم فيه قعدت 6 شهور راه في شانتي وقت وعمار واخذين على السنكير باش تعلمت بطلت تعمل كسيلين بطلت تولي تجي وقت الوقوف تعمل هك دور هك تحط تعمل دي تعمل كما هك وتوقف ايه وتوقف لا تعمل هك ترجع لتالي تك تنيح شوي هك على فتره وترجع هك شوي تاخذ ايه. راحه باش توقف ولا ايه تاخذ راحه هذه ديزيام بارتي يا اخي في ساعه وصلت الوقوف صار تو هذه ديزيام بارتي لازم ديما تخدم فيها تعمل تو وترطح جمعة من زمان نعملها جمعة شنو تتعاود تلقى روحك مستانس وتكركير فن هذايا هما اللاعب مين هذا على حساب هكا الوقوف هذايا حبلي فيه 6 شهور 7 شهور باش تعمل لاعب اش بيك التكركير سايل هكاكا والقعاد مالا زاد هبلة موهبة باش تعلم قعاد مش سهل موهبة بيا بيا هو فن كبير التكركير ما ودش بيا التكركير ليه ناسا التكركير ليه ناسا راهو ما مضرنت العرب متطورة في التكركير ياسر حبيت اش بيك ايش قال له هذاك ما تسميه تراه انت بتوري خلط الدهن تراه خلط الدهن ايه انسان عن خلط الدهن ايه هكاكا هكاكا اه ما عمره ما كان يتخلط الدهن هكاكا ما كفاه رد الطاس كيف تخلط الدهن هو مش دهنه تخلط ايه مش ما دام حكي اول حكي تشد الطاس تشد طاس الدهن ايه اللي يريك يقول مش يخلط حتى عارفك متعدي يلاحظ عليك تعمل هك نحل مش تخلط بيه ما شيء تعاود تغلق تغلق هكاك ها من بعد تالي تجبد حاجه اخرى تحطها بحذيك ترجع الطاسه خالي بعد تالي تعاود تجبدها اي وقتاش خلط تحطها غادي في بلاصتها هذاك هو التخليط اي خلط كان لازم نخلط اش نعمل يا تو يتخلط ترغب انت في التخليط يا تو يتخلط برا وريني كيفاش بتخلط ترى وريتك كيفاش بتخلط صعيبة هكاكا ها طولي ريك يقول تخلط هكاكا كيفاه وين تشوف فيه الكركير نتاعك وين تشوف فيه وين تشوف فيه الكركير نتاعك اه ثم الكركير تحس ثم الكركير يا ودي اقتنع يهديك ربي يهديك ربي اقتنع اقتنع اللي انت تكركر باه نخلط بشوية باه هكا زيد طيح زيد طيح امشي طيح زيد طيح زيد طيح زيد طيح زيد طيح لا مش نحبس على الجملة يطيح اعمل ضربة وترتاح اعمل في الدرجين اعمل ضربة ضريبة وترتاح وتحبس. ضريبة وتحبس ضريبة نفس بتاخذ نفس بيا 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 مالا تكركير هذا تخلط وحده وتتذكر نتذكر شكون نتذكر تتذكر رئيس البلدية كيفاش يكركر فيها عليك هاتك الورقة هاتك هذا هذا في المعتمدية تتذكر كيفاش المعتمدية تكركر فيها عليك هات الورقة هات فلان وتبدأ تتذكر وتحرك تتذكر وتتحرك هذاك هو التكركير تذكر قديش كركروا عليك قاعد تتذكر هاي هكاك واحدة واحدة هاي هاي عجب هاي هاي رقدت أخي تما قلت لي تذكر قاعد نتذكر لين رقدت يا ولا حوريت التكركير راهو مش ساير راهو والله فن ناس سهرة الليالي في التكركير والله فن التكركير تحسب الخدمة سيئة علاش قلت لك تبعني يا تو
يا بي مالا فنة كركير هذاي فنة كبيرة؟ مالا لا مو تحتبها سيلة كركير هو، أما تعرف صحوبة طو يجب نصنع رواحنا في الكركير. كيفاش نعمل؟ تعرف تولي كركار بالحق يجب نشوفه باب ندخلوا به للنقابة. ندخل للنقابة ما قال حد على التركير، يا ودي الولو نكركرو التركير ما صارش. ماش كلمنا حد؟ يا ودي ما عاد يدور بينا حتى حد. يا عاد مال الدولة هاي خلطتها، كيفاش باش تقدم الدولة؟ الدولة باش تتقدم حتى ينحوا الزلوس الواطي هذيك وينحوا المارك تتقدم الدولة. وزي سمحني انت من بكري الدولة يا اخي، الدولة كركرتها علينا شوية، الدولة كركرتها علينا شوية. هيا سيدي هيا كم كاستيخ نمشوا نقفوا لتونس. نمشوا نقفوا لتونس كما قال المرحوم. والله لا فهمت هني، مرة يقولوا نقفوا لتونس، مرة نقولوا نثنوا الركبة، ما فهمش ايش نعمل. هيا سيدي نقفوا. شو وريتك وش علمتك؟ سامحني برا نقفوا بالشوية. اجبد لمين، خرج لمين، لاحق لي صار امشي تو عكس. اي هكا اوقدك كيف اوقدك. نعم بوس هكا يا عم بوس. ايش بدنا نفس، ايش بدنا نفس، ديما يدنا في التركير بتاعك يكون نفس منظف. هاي بر واحدة هكا واحدة المشاريير الاول، المشاريير بتاعك اخرج على اليمين اخرج. واحدة لا هكا ما عادش تطلع هكاك، خذ نفس ديم ايش بدي نفس. والله فن ضايع تاع التركير. واحدة اعملك الدهشة بتاع التركير. شد بسلاني. اي هكا سير ايش هكاك. اي هكا رجلي عكسة تو تعمل هكا. ايش بدك نفس بتاع التركير؟ قلت قرأت التركير موهبة ربي ما يعطيهاش للناس الكل. موهبة الحق. توقفت هكا. هاي برا سيدي هاي نتباصوا تو على خلف الخدمة خم بيضة شوي. اسمع قداش الوقت؟ تو تو سنين. امشي عاد خوي امشي. ما ساعتين ونص. ياه كم مبيضوا الحيط. تبيض شنو هادي ما ساعتين ونص مش تبيض؟ والله لم المعاول هادي شبيه تو غدا كملوه الخدمة غدا كمله. لم المعاول شدك شد لم المعاول هادي ما ساعتين ونص. يا ودي ما لما المعاول ما غسلنا ايدين وحالتنا الا سيء. هاك اول نهار تعدى ان شاء الله غدوة كملوا غدوة برا كملوا غدوة. هاي هزدوا ذلك. هاي باي ملا فنت كركير ملا هو ريت الوقت الكركرة تربحه معلم يا صاحبي. والله الوقت الكركرة تربحه هذاك علاش بتقدم على رخ هذاك هو.